الحاجة شهيرة. مدام شهيرة، أهلا بيكي. اهلا بيك، ازيك يا وائل؟ الخير إزاي صحتك؟ عاملة إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله الحمد لله. الليلة الجميلة بتاعتك دي، الله يخليك. إحنا قلنا إن يعني نحتفل بالفن الجميل الأصيل، خاصة اكيد كمان إنه تم تكريم حبيبتك وحبيبتنا كلنا، يعني الفنانة الكبيرة طبعا شادية. طبعا. وانت وانت ايضا ملازمة لشادية بشكل دائم. ايوه مدام شهيرة، تعاملتي مع تكريم شادية ومع الكلمات البسيطة اللي استمعنا اليها ازاي؟ والله بص، هي شادية يعني ايه، كوكتيل من طول عمرها، من الرقة ومن البساطة ومن القلب المفتوح. تحس كلماتها علشان بتخرج من قلبها بتوصل لقلوب الناس، زي ما كان فنها برضو بيوصل لقلوب الناس بصدقها وحبها لعملها وحبها لجمهورها، وازاي هي دايما بتبقى حريصه على انها ترضي جمهورها. فبالتالي اي حاجه بتقولها شاديه لجمهورها اكيد بيجد التاثير اللي هو منتظره، من ان كل كلمه بتقولها بتوصل لقلبه. طبعا يعني شفنا الكلمات البسيطه ازاي اثرت في الناس، وهي حقيقي الحقيقه حقيقي. اختارت لنفسها خلاص يعني هذه العزلة واحنا بنحترم. بس انت دايما هو مش عزلة والله، هو ما بتبقى، هي مش عزلة، بالعكس ده هي يعني اذا كانت يعني ده هي متابعة كل حاجة يا وائل، ما فيش حاجة هي مش متابعاها، سواء فنيا سياسيا اجتماعيا، هي موجودة، هي موجودة ورأيها موجود، وزي ما انت شفت كده مسجلة كلمة، واظن انها اتكلمت معاك برضو يعني. طبعا يعني كمان بحسها الفني وعمقها الديني وحسها الإنساني، هذا الحس بأنواعه وبأشكاله المختلفة. لا هي بتشوف مصر كويس، يعني هي حتى فوجئت فيها، هي اللي بتدينا أمل إنه مصر أحسن إن شاء الله. إن شاء الله والله دايما هي دايما تعطي الامل الحقيقه وائل، يعني كان في عز ازمه مصر انا كنت الحقيقه يعني منهاره ومتشائمه، هي كانت دايما تديني القوه وتديني الامل وتديني العزيمه على ان انا لازم يعني لازم ابقى عندي التفاؤل ويبقى عندي الهمه ان ان شاء الله مصر هتعود زي ما كانت واحسن. هي الحقيقه دايما هي كانت بتدي الامل لكل الناس، ودايما عندها امل في ان مصر بكره هتبقى ان احسن. شاء الله. وبالتاكيد انت بتتابعي معاها يعني شاديه بحسها الديني العميق وبمشاعرها الدينيه الفياضه، ترفض استخدام الدين في العمليات الارهابيه واستخدام الدين اللي احنا بنشوفه لتدمير اعوذ المجتمعات بالله وتدمير الاوطان. أعوذ بالله، هو حد يقول كده؟ ولا بيحصل ده دين ولا ليه علاقة بالدين؟ يا أعوذ بالله، ده تشويه للدين والعياذ بالله. لا ربنا يهديهم، بنسأل الله لهم العفو والعافية، مش يعني على قد ما الناس بتدعي عليهم، لكن احنا بنقول العفو والعافية علشان يعني لا يعني كده لما ربنا يهديهم كده ويبعد شرهم عننا وعن مصر يا رب، إن شاء ويهديهم إلى الله. الصراط المستقيم ويهديهم إلى دين الحق. دين الحق اللي هم بيتكلموا عنه مش هو ده اللي بيتعمل أبدا. فبالتالي الفنانة الكبيرة شادية غير راضية تماما على الكلام، وتقول هو ده دين، هو دي حرام عليهم اللي بيتعمل ده، حرام عليهم الناس الأبرياء اللي بتروح دي، حرام عليهم يرملوا الناس ويفجعوا قلوب الأمهات ويتموا الأبناء، يعني شيء مش عارفة هم بيفكروا ازاي. ربنا يهديهم ربنا يهديهم يا رب. مدام شهيرة، بتوجه لك بالشكر، ألف شكر.